مرحبا بكم مشاهدينا. اليابان القوة الاقتصادية والتكنولوجية المعروفة في العالم، قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، الشعب المنضبط وحضارة الساموراي. الغالبية مننا يعرف هذه الملامح عن اليابان، والقليل يعرف أنها دولة قامت على سياسة اسمها التسامح والغفران. ولكن ما هي سياسة التسامح والغفران اللي انتهجتها اليابان؟ خلال الفترة ما بين 1637 ميلادي إلى 1853 دخلت اليابان في عزلة طوعية عن العالم الخارجي. كانت اليابان تحت حكم عسكري اسمه البوشيدو، واللي كان يستمد مبادئه من الديانة الكونفوشيوسية، وكانت تتصف بالانغلاق وعدم التعامل مع أي ثقافة أخرى. ولكن خلال الفترة من عام 1868 ل 1912 بدأ التاريخ الياباني المعاصر وأطلق عليه عصر ميجي، ووضع فيه الإمبراطور موتسوهيتو الأسس الحقيقية لنهضة اليابان عبر فكرة كون البلاد لديها خصوصية فريدة في العالم. وتنامت قوتها العسكرية وتزايد شعور الإمبريالية، فهاجمت الصين وانتصرت عليها عام 1895، وبعدها احتلت الجزيرة الكورية ودخلت الحرب ضد روسيا عام 1905، وبعدها احتلت منشوريا وشمال الصين بكاملها عام 1937، إلى أن تصدت لها أمريكا بقنبلتي هيروشيما وناغازاكي عام 1945. هني راجع اليابانيون أنفسهم وعرفوا أن عزلتهم وحروبهم العسكرية مع الدول المجاورة كانت سبب في تشويه صورتهم، ومن هنا انطلقت سياسة الغفران والتسامح اللي نشرت مفاهيم جديدة تمجد قيم السلام والديمقراطية والتعاون من بين الشعوب والتفاعل من بين الثقافات، وهي القيم اللي توصل إليها اليابانيون بعد استخلاص الدروس والعبر من سلبيات الأنظمة السابقة. تعلموا الكثير من سلبيات ماضيهم وقدموا الاعتذار العلني للشعوب اللي أساءوا إليها مع دفع تعويضات ضخمة باعتبار ذلك واجب أخلاقي في الأساس. كانت سياسة الغفران والتسامح سبب رئيسي في الانفتاح على الشعوب مع الحرص على الحفاظ على خصوصية البلاد، ومنها بدأت اليابان مرحلة النهضة الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأصبحت اليابان من أكبر الدول المانحة لمشاريع السلام اللي تتبناها الأمم المتحدة. اليابان يمكن اعتبارها قصة نجاح نموذجية فيما يتعلق بالغفران والتسامح، خاصة وأنها كان لديها سجل حافل من الجرائم ضد الإنسانية خلال القرن الماضي، ولكنها وبسرعة غير متوقعة خرجت لتعتذر عن أخطائها.